يصدر القاضي أو المدعي العام المختص قراره بالرقابة الإلكترونية بديلاً للتوقيف القضائي وبديلاً للعقوبة السالبة للحرية للقضايا التي تنطبق الشروط عليها. فيطلب القاضي أو المدعي العام من ضابط الارتباط سحب البيانات من خلال إدخال رقم القضية في المكان المخصص على نظام الرقابة الإلكترونية، فيتم سحب البيانات من نظام ميزان العامل في المحاكم، ثم يتم إجراء فحص التغطية لمكان إقامة المحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية والتأكد من مخزون الأساور في المحكمة، ثم يتم اختيار المنطقة أو المناطق الجغرافية التي سيتم السماح للمحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية الإقامة أو التنقل فيها، نوع المنطقة الجغرافية، منزل، عمل، المسارات التي يسلكها، تحديد أوقات سماح لكل منطقة. بعدها يتم الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإسوارة الإلكترونية بتركيب الإسوارة الإلكترونية على قدم المحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية والتأكد من جاهزيتها على النظام، ومن ثم يتم توقيع محضر تركيب الإسوارة الإلكترونية من قبل ضابط الارتباط ومندوب الأمن العام والمحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية. يقوم الأمن العام بمراقبة المحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية ضمن منطقة الرقابة المحددة له، وفي حال عدم التزامه بالمناطق المحددة له أو بأوقات السماح والحظر يتم تنبيهه عن طريق رسالة قصيرة SMS على هاتفه أو من خلال إشعاره على تطبيق الهاتف إن توفر لديه هاتفا ذكيا، ويتم إصدار إنذار عن طريق النظام للأمن العام والذي يقوم بإبلاغ القاضي أو المدعي العام ويتخذ الإجراء القانوني المناسب. عند انتهاء فترة الرقابة الإلكترونية على نظام يتم فك الإسوارة الإلكترونية عن قدم المحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية والتأكد من سلامتها وتسليمها بمحضر فك يتم التوقيع عليه من قبل ضابط الارتباط ومندوب الأمن العام والمحكوم عليه بالرقابة الإلكترونية.